وللحديث عن فشل حكومة الكاظم بالإيفاء بوعودها بتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة والكشف عن مصير المخفيين، معنا من عمان عبر الخط الهاتفي الأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية. مرحبا بك معنا. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. مساء الخير. كما تعرفين، عام مضى على انطلاق التظاهرات وحكومة الكاظم لم تعلن عن أي نتائج تتعلق بالتحقيق بمقتل المتظاهرين، على الرغم من أن النتائج اكتملت كما قالوا. أولا، كيف تقرأين هذا التأخير الحكومي؟ هل يمكن هذا اعتبار هذا النوع من التأخير تواطؤ مع القتلة؟ يعني لا يمكن قراءة أولا نفي السلطات القضائية العراقية لتصريحات رئيس الحكومة، سوى أنه تخبط قانوني وعدم فهم حقيقي للالتزامات الدولية في العراق. من جهة هناك التزام بالتحقيق، وهذا التزام بموجب المعاهدات الدولية وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقع أو يضع على عاتق السلطات العراقية واجب التحقيق على الفور أو التحقيق الفوري بحالات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي. وهذا الأمر تم التأكيد عليه مرارا من قبل المقرر الخاص المعني بمنع الإعدام القسري. ومن جهة أخرى، التحقيق القضائي لابد أن يكون تلقائيا، أي بدون أن يكون هناك تحريك للشكوى من قبل سلطات رسمية أو حكومية. لابد وأن تحرك الشكوى من قبل القضاء من تلقاء نفسه، وهذا يعني أنه يجب فتح تحقيق من جانب السلطات القضائية بصرف النظر عمن أو ممن قدم الملف أو ممن قدمت الشكوى. اليوم في العراق هناك ضحايا وهناك أسر قاموا بتقديم شكاويهم بالإضافة إلى الأدلة والتوثيقات التي تثبت بأن هناك يعني قتل متعمد. نعم. هؤلاء الأشخاص، ولكن لا يوجد أي دعوى منظورة بهذا الشأن، وهذا لا يعني بأي شكل من هذا لا يعني إلا أن الحكومة العراقية متورطة في مسألة التستر والتستر على هؤلاء المجرمين والإفلات من العقاب، بالإضافة إلى أن يعني هناك جر للسلطة القضائية من أجل التورط كذلك الأمر في هذه الانتهاكات. ربما هذا يعني ما يمكن الإشارة إليه من أن مجلس القضاء أكد أنه تسلم ملف قتل وخطف المتظاهرين بلا متهمين محددين. هل من الناحية الفنية يمكن تحقيق العدالة بهذا النوع من العمل؟ في البداية يعني سلطات التحقيق كان يجب أن تتحرك من قبل عام، وكان هناك لابد أن يكون هناك أولوية في نظر القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين. يعني هذه الجرائم على قدر عالي من الجسامة وعلى قدر عالي من الخطورة، لذلك كان يجب أن تتم تحريك الشكوى منذ ذلك الوقت حتى يتم حصر كافة الأدلة التي تثبت من هم المتورطون. ولكن حتى القضاء لا يمكن له أن يبرر عدم وجود أسماء معينة في هذه الشكوى بأنه لم يتم إحالة أسماء إليه، لأن سلطة التحقيق وسلطة أيضا يعني جلب الأشخاص المتورطين هي سلطة قضائية وموجودة. نعم. ومتمثلة بالإدعاء العام. لا يمكن أبدا تبرير هذا القول أو بالأحرى تبرير بأن الحكومة لم تقدم أي أسماء كذريعة لعدم الملاحقة. يبدو أن هذه المؤسسات أستاذة إيناس تحولت إلى أداة لطمس الوقائع والحقائق مع الأسف. يعني من خلال متابعتك للجان التحقيق ومجالس القضاء وغيرها في العراق، وعدم صدور أي نتائج ضد الجرائم منذ عام 2003 وحتى الآن، هناك تقارير حقوقية تحدثت أكثر من مرة أن اللجان التي تعقد تتحول مع مرور الوقت إلى أداة لطمس الوقائع والحقائق. هل تتفقين مع هذه الوجهة؟ طبعا، لأن أيضا ليس فقط التقارير الدولية أو تقارير منظمات حقوقية، أيضا هناك نصوص دولية وآراء مقررين خواص تابعين للأمم المتحدة يؤكدون بأن عدم امتثال الدولة للقواعد المنصوص عليها في المبادئ العامة التي تشير إلى عدم إفلات أو وجوب عدم إفلات المرتكبين الجرائم من العقاب، هذا يشكل مؤشر بأن الحكومة مسؤولية كاملة عن ذلك الأمر، حتى لو لم يثبت تورط المسؤولين الحكوميين بشكل مباشر في تلك الانتهاكات. نعم. يعني بمعنى آخر، يمكن القول بأن تستر الحكومة الحالية على تلك الجرائم يجعل أفرادها أيضا مسؤولين وبشكل مباشر عن جرائم القتل التي حدثت في العراق قبل عام. هذا ما جاءت به يعني العديد من القرارات الدولية، وأذكر منها قرار الجمعية العامة رقم 173 على 43. لابد
أن يكون هناك حق لإنصاف الضحايا في ومعاقبة المجرمين، لابد من أن يكون هناك جبر للضرر. لكن على ما يبدو أن الموقف الأممي لا يتعدى الإدانة، وبعض التصريحات المتعلقة بحقوق الإنسان هنا وهناك، يعني هناك استمرار للانتهاكات ضد الناشطين والمتظاهرين وتصريحات مقابلة للجهات الأممية، لكن بدون القدرة على رفع هذا الظلم عن الشعب العراقي. يعني لابد أن يكون هناك تحرك على كافة الآليات. اليوم واضح جدا بأن القضاء العراقي هو يعني جهاز معطل أو يراد له أن يكون معطل، وهذا الأمر ينقلنا إلى المستويات الأخرى. اليوم إذا ثبت بأن القضاء الوطني عاجز عن يعني إقرار العدل أو إنصاف الضحايا أو يعني جبر الضرر عنهم، إذا فسننتقل إلى الآليات الأخرى التي من الممكن لها إنصاف الضحايا. اليوم الحكومة العراقية ثبتت، ويعني وأنا لا أسميها كقانونية إلا أنها فضيحة اليوم، أن تتناقض أقوال السلطات الحكومية العراقية مع أقوال السلطة القضائية. يعني لا يمكن فهم هذا الأمر إلا أنه فعليا تخبط وأيضا تستر لهؤلاء المجرمين. لذلك لابد لنا من الانتقال إلى المستوى الآخر الذي هو يعني قد يكون منصفا للضحايا، وهو المستوى الدولي. لابد من جميع المنظمات العاملة في العراق اليوم، جميع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، أن تتجه اليوم إلى اللجان المعنية أو المتفرعة عن المعاهدات الدولية، أن تتجه إلى المقررين الخواص الذين أصدروا العديد من القرارات في حالات مشابهة لما يحدث في العراق اليوم، لمجلس حقوق الإنسان كذلك الأمر، حتى يحصلوا على الإنصاف، لأنه بالدليل والبرهان وبالتصريحات الرسمية اليوم ثبت بأن القضاء العراقي عاجز عن تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا. نعم. وهناك تشكيك واضح، يعني واشنطن بوست على سبيل المثال شككت بتصريحات الحكومة وفي إمكانية قيامها بالتحقيق ومحاسبة الجناة والمجرمين. هناك إرادة سياسية من قبل المجتمع الدولي لمعاقبة ومحاسبة هؤلاء المجرمين أو لفتح تحقيق دولي جاد في العراق، فلا بد من إحراج المجتمع الدولي من خلال اتباع الوسائل القانونية المتاحة بين يدينا اليوم، حتى نقول بأنه نعم تم التوجه إلى الآليات الدولية ولم تقم برفع أي أو اتخاذ أي خطوة أخرى. ولكن أنا أشك في ذلك، لأن يعني مسألة اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب مقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لابد أن تحرك المياه الراكدة اليوم، ولابد أن تحرك ساكنا في المجتمع الدولي من أجل إنصاف الضحايا كما ذكرت لك. الأستاذة إيناس زايد الناشطة الحقوقية، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.